معاناتها الضريبة. تصريح رئيس الوزراء سيد السوداني، أولا أنا ما يعني أذهب إلى التخوين بالتصريحه، يعني الرجل يتكلم من الناحية القانونية، لكن أنا أسأل سؤال من الناحية القانونية. أنت تعرف هالأمانات الضريبية كيف تكون؟ هذه الأمانات الضريبية عندما تقدم شركة على استثمار مشروع معين، من قيمة المشروع 5%، 10%، 20%، ما يفوق قيمة المشروع تذهب أمانات إلى حين إتمام المشروع. حلو. زين أنا أرد أسأل سؤال، إذا هو المشروع أصلاً وهمي والشركات وهمية، أنا لمن أرجع فلوس؟ للشركات الوهمية؟ أنت تجيني من ناحية أخرى تقولي لا أكو شركات نفذت مشاريعها. طيب ما هي هذه الشركات اللي نفذت مشاريعها أماناتها موجودة، المفروض أماناتها موجودة ما يتم التلاعب بها. مثل ما سلمت الأمانات ونفذت المشروع تستلم الأمانات بعد تسليم المشروع. صح. أنت لمن تريد تسلم الأمانات؟ أنت المطالبة الآن تقول أكو ملزمين إحنا كدولة أن نسلم الأمانات. طيب هذا واجب الدولة أن تسلم الأمانات لمن أتم مشاريع من الشركات التي لا غبار عليها. لكن أنا اليوم أكو سرقة بتريليونات الدنانير، مليارات الدولارات لشركات وهمية، تم سرقة هذه الأموال على اعتبار هي كانت مودعة بمشاريعها، قدمت هذه الشركات الوهمية على أساس أن تقوم بمشاريع، والمشاريع أصبحت من لا شيء، هي المشاريع لا شيء، وتم سرقة هذه الأموال على اعتبار أن هناك سرقة أو هناك فساد بمشروع معين. طيب أنا لمن أرجع الأموال لهذه الشركات الفاسدة؟ بمعنى شنو؟ راح تنباد مرة ثانية لو شنو؟ وهذا السؤال اللي أنا أسأل رئيس الوزراء، هو شنو يقصد بموضوعه بتصريحه هذا؟ الدولة ملزمة بإرجاع الأموال. حلو. طيب أنا أعرف الدولة ملزمة بإرجاع الأموال، لكن إرجاع الأموال للشركات التي قامت مشاريعها، الشركات البيضاء التي لا غبار عليها. أما أنت اليوم تريد الشركات الوهمية ترجع مرة ثانية الطالب، شنو الطالب؟ هي نفذت مشاريعها، هي أصلا شركات وهمية، هي شركات